هذا وقد تم استكمال التحضيرات والترتيبات لإقامة المهرجان الجماهيري الحاشد لإحياء الذكرى الثالثة للانتفاضة الثانية من ديسمبر واستشهاد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيق دربه الأمين عارف الزوكة. إحياء للذكرى الثالثة لاستشهاد الزعيم القائد الشهيد علي عبد الله صالح ورفيق دربه الأمين العام عارف عوض الزوكة في انتفاضة الثانية من ديسمبر المباركة. تم الانتهاء من التجهيزات والإعداد وعلى كافة المستويات والتحضيرات لإقامة مهرجان جماهيري حاشدا ينظمها المؤتمر الشعبي العام والقوى الوطنية في الساحل الغربي الجمعة. الحمد لله استكملنا كافة التجهيزات لهذه المناسبة. ستكون هذه المناسبة معبرة عن اليمن قاطبة، مكانها الساحل الغربي ونفوذها إلى اليمن قاطبة. سيكون أحباء الزعيم على موعد غدا هنا في مدينة المخا. ستكون إن شاء الله مصدر قوة وثبات إلى الأمام وإلى التخلص من رفقة الكهنوت وأزلامه، وإن شاء الله ستكون اليمن حرة أبية كما كانت في عهد الزعيم. اللجان الفرعية انتهت من إنجاز المهام الميدانية الموكلة إليها وأصبحت الساحة جاهزة لإحياء هذه الفعالية الوطنية التي تمثل محطة مهمة في مسار نضال شعبنا ضد الطغيان والاستبداد الكهنوتي الإمامي المستبد. احنا اليوم بصدد الانتهاء من الإعدادات لذكرى الزعيم رحمه الله، الذكرى الثالثة لرحيل الزعيم علي عبد الله صالح والأستاذ عارف الزوكة، ومستعدين لاستقبال كل الضيوف وغدا ترتيبات كما جاهزة كما تم الإعداد لها. فيما يتوافد عدد من المواطنين من بعض المناطق البعيدة إلى ساحة المهرجان متحديين كل الصعاب والعراقيل، مؤكدين بنفس الوقت حرصهم على حضور هذه الذكرى لما لها من عظمة تاريخية وخالدة في قلوبهم وقلب كل يمني حر. أتيت لمشاركة هذا الحفل البهيج الذي مسرته في قلوبنا من تعز من حقرية، أيوة، ومبدع من المبدعين ودكتور بعلم النفس في الجامعة، وهذا من إبداعي وفنوني اللي عملها فيها. نعم، رسمت العميد حبا له وحبا للمؤتمر. أنا كنت من الأعضاء المؤتمر الشعبي العام، الآن احتلوا بيتي احتلوا كله، هربت مقيم في الحجرية في وطني في أرضي في مسقط راسي. هكذا استكملت اللجنة التحضيرية أعمالها في التجهيزات للحشد الكبير للاحتفال بالذكرى الثالثة، الذكرى المجيدة لانتفاضة الثاني من ديسمبر التي دعا إليها الزعيم الشهيد القائد علي عبد الله صالح ورفيق دربه الأمين. من الساحل الغربي عبد الوهاب المران لقناة اليمن اليوم.